حلو من ينجح مجلس محافظة بمدينة معقدة مليانة مشاكل وتوها طالعة من أزمة سياسية، حلو من ينجح بانتخاب محافظ جديد بهاي السرعة، والأحلى من يكون الرجل تقريباً مستقل وما محسوب على تيار سياسي معين مثل ما صار ويا المحافظين السابقين. المقصود هو المهندس أسعد العيداني اللي رشح تيار الحكمة وصار عليه توافق بين القوى الأساسية بمجلس محافظة البصرة. نقول البصرة وإحنا نعني كل التناقضات اللي بيها والصراعات اللي تحكم مشهدها. العيداني يجوز جا كنتاج لهاي التناقضات كونه مستقل أساساً، رغم أنه سبق أن رشح للبرلمان عن دولة القانون، ورغم أنه فاز بعضوية مجلس محافظة البصرة بعد 2003، وهو اليوم مرشح تيار الحكمة، بمعنى أنه الرجل ما محسوب على الدعوة ولا على المجلس مثل ما محسوبين عليها اللي نعرفهم. وانتقاله من دولة القانون للحكمة سواله علاقات سياسية مهمة، ويبدو أنه هاي الميزة انحسبت أثناء اختياره. إضافة لكل هذا، أسعد العيداني ابن شيخ عشيرة العيدان بالعراق، يعني ينحدر من بيت إلى مكانته العشائرية، وهذا ممكن يساعده بحل ملف العشائر اللي يعقد مشهد البصرة من سنوات، بحيث العشائر صارت دولة داخل الدولة. يعني المهندس ابن شيخ العشيرة ممكن يشتغل شغل مزدوج بشعار وداوني بالتي كانت هي الداء، والداء والدواء هي العشيرة طبعاً. نقول بلكي العيداني يلقى طريقة يتفاهم بيها ويا العشائر لمصلحة الدولة. نقول بلكي وتجي عدلة ويا البصرة هالمرة. خلونا نشوف ونتفائل، على الأقل اسم المحافظ أسعد، هذا اللي عندنا. وأسعد الله البصرة والبصريين. قولوا آمين.